إذا نظرت فتأمل جاهك عند الله وتأمل قدرك عند الله فهذا هو المهم. أما أهل الدنيا فلا تلتفت إلى مقاييسهم ولا تلتفت إلى مقاديرهم، فإن القدر الباقي هو ما كان عند الله عز وجل، لأن هذا أدعى لإخلاص العبد، يعمل العمل الصالح وهو يريد ما عند الله. ولا يكن كحالي الذين ذكرهم الله عز وجل، فإن أعطوا منها رضوا، يعني إن أعطوا من الدنيا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ليس هذه حالة المسلم. المسلم إن أعطي من هذه الدنيا حمد الله وسأل الله أن تكون له عونا على طاعة الله وأن يتبلغ بها بلاغا، لأن كثير من أهل الدنيا إنما يجمعون الأموال ويجمعون الأرصدة ليس لهم، بل بعضهم يكون قد جمع المال الكثير ورحل عن هذه الدنيا ولم يستمتع منه بشيء، فخلفه لمن بعده من الورثة، ما استفاد منه شيء. لا ننظر إلى مقياس الدنيا، فإذا أنعم الله عز وجل وفتح عليك باب الخير وبدأت بالتزود من الخيرات فاسأل الله عز وجل الإخلاص، وتزود من الأعمال الصالحة، وكن خفيا تقيا تريد ما عند الله عز وجل، تريد ما عند الله. ولذلك إذا تزود العبد من الأعمال الصالحة وكان مخلصا بلغ المنزلة العظمى عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك به معه غيره فيكون العمل مصروفا لغيره، أو أن يلتفت القلب لغير الله عز وجل. تعمل العمل الصالح وأنت تريد المنزلة عند الله، تعمل العمل الصالح وأنت تريد الجنة مخلص. إن تصدقت فكن صادقا في الصدقة، وإن صليت فكن صادقا في الصلاة، وإن نصحت فكن صادقا في النصح. تعامل مع جميع الناس في الدين ولا تتعامل معه في الدنيا. العبد يكون تقيا متقرب لله في الطاعة، ويحسن في حاله أن يكون كذلك، يكون خفي يستخفي في عمل الصالح. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله لأبره، كيف؟ يعني رجل الآن رجل ضعيف ويعمل العمل الصالح ثم يقوم حسنا بظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله ويقول: اللهم إني أقسم عليك أن تفعل لي هذا الفعل. هذا رجل إخواني لو أقسم على الله لأبره. هذا من أهل الجنة، ضعيف متضعف، يعني أنه لا يؤبه لحاله ولا يؤبه لمنصبه ولا يؤبه لجاهه، ما نظر لمسألة المنصب ولا نظر إلى الجاه ولا نظر إلى علو المنازل في الدنيا، يعرف أن هذه الدار هي دار مقر لا دار مستقر، وهي دار عبور لا دار حبور. يعلم أنه سيمر من هذه الدنيا وحاله فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في هذه الدنيا كعابر سبيل. كعابر سبيل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ في حال الرخاء والنعمة أكثر من الأعمال الصالحة. تزود من الخير، كن خفيا تقيا، إذا وجدت الضعيف فحن عليه، وإذا وجدت الحيوان الضعيف فحن عليه، فإن مقياس الله ليس كمقياس البشر يا عباد الله، مقياس الله عز وجل يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل كان قد مسه الظمأ فنزل بئرا فشرب، فلما خرج من البئر فإذا بكلب يلهث، كلب يلهث، حيوان ليس له قيمة، كلب يلهث، فقال: لقد أدركه من الظمأ مثل ما أدركني. فنزل إلى هذا البئر وأخذ حذاءه، انظروا إلى هذه الرحمة يا إخواني، أخذ حذاءه فملأه بالماء ثم وضع الحذاء في فيه في فمه حذاء، ثم ارتفع إلى الكلب فسقاه فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة. يكون الإنسان يتحسس العمل إخواني، هناك عمل لابد يكون لك عمل خيري، عمل صالح بينك وبين الله. ما تشوفون الله عز وجل ميز بعض الناس عن البعض؟ ليه بعض العلماء يكتب لها الله عز وجل القبول في الدنيا كلها،
ما يسمع الناس اسمه إلا ترحموا عليه، ولا يسمعون فتواه إلا أخذوا بها. لماذا بعض الناس إذا كتبوا يحس الناس فيهم الصدق؟ لماذا إذا تكلموا يحس الناس فيهم الصدق؟ لخبيئة بينهم وبين الله عز وجل، شيء خفي ما حد يطلع عليه. تجد أن هؤلاء الناس أشد الناس للناس نصحا وشفقة ورحمة، يصدقون للناس في وجوههم ويصدقون وراء ظهورهم، يتمنون الخير للجميع، يريدون ما عند الله عز وجل.